بكم بالجزء الثاني من Routings بلارافال وأيضا أصلا بتطوير الويب. اليوم سنتعلم حول Methods أخرى غير Method Gets أو بالإضافة لMethod Get. في الوقت السابق تعلمنا كيفية إنشاء هذه النقاط وقمنا بالدخول إليها من جهة المتصفح بكل بساطة، يعني بالصفحة الأساسية قمنا بالذهاب إلى هذه الحكمة ثم عرضنا كل الحكم وإلى آخره. هنالك أشياء لا يمكن أن نصل إليها من هنا، بل تحتاج مثلا نموذج معين حتى نقوم باستخدامها. كيف ذلك؟ يعني مثلا نموذج تسجيل الدخول، يعني مثلا عندما أنا أذهب للجيت هاب هنا وقمت بساين إن بهذا الشكل، أريد أن أقوم بالدخول، فهنا لاحظوا يوجد لدينا نموذج. بهذا النموذج فعليا أريد تسليم أو إضافة معلوماتي وكلمة مروري، وستذهب بها للسيرفر الجيت هاب. الشيء فعليا بداية الذي يحدث هو التالي، هو أن أنا ذهبت لصفحة الجيت هاب التي اسمها ساين إن أو تسجيل الدخول، وهذه الصفحة أنا حصلت عليها من جيت جيد بميثود جيت، لأن بكل بساطة وضعت الرابط المتصفح وظهر لي النموذج وهذه جيت بكل بساطة. ومرة أخرى لو ذهبنا لنرى إذا كانت جيت أو لا، نذهب إلى النتورك هكذا ونقوم بريلود. لاحظوا، فإذا هي get، فإذا الميثود للتعامل معها الآن هي get، لكن مجرد أنني أقوم بالقيام بتقديم معلوماتي جيد، فيفترض الآن الميثود أن تكون post. لاحظوا أعزائي، ظهر لدينا ميثود اسمها post. هذه الميثود اسمها post أعادت لي أيضا 600، عفوا أعادت لي 200، ولكن مع وجود هنا خطأ، هذا الخطأ من جهتنا لأنني أنا بالتأكيد هذا ليس اليوزر نيم وليست الباسورد. جيد، هذا لا يهم، لكن الذي يهم أن لدينا ميثود أخرى اسمها بوست. فإذن ما هذه الميثود؟ هذه الميثود يتم التعامل معها عندما نريد إضافة شيء، إضافة معلومات، عادة اسمها add resource أو إضافة شيء. يعني مثلا عندما نضيف منشور في مدونتنا هذه نستخدم ميثود بوست، عندما نسجل الدخول في الموقع هذه اسمها بوست، عندما نقوم بتسجيل حساب في الجوجل، حساب جيميل جديد، هذه اسمها بوست. فهذه هي طريقة استخدام بوست، هي إضافة شيء جديد أو تقديم النموذج. كل مرة من تسجيل الدخول هي مرة جديدة لي حتى تقوم بالدخول للبرنامج، كل مرة تنشئ حساب جديد مرة جديدة أن تنشئ الحساب، وبالتالي هذه اسمها يعني إضافة جديدة بوست. ففي الراوتينج كيف يمكن أن فعليا أن نقوم بذلك، كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الموضوع؟ مبدئيا نحن نريد أن بالنسبة للإضافة سيكون هو إضافة ماذا؟ إضافة اقتباس جديد، صحيح، لكن نحن لن نضيفه، نحن نريد التعامل مع الفكرة فقط. فهنا سأكتب add code هكذا. كيف يمكن أن نتعامل مع الموضوع؟ فبكل بساطة سأكتب route post هكذا. لاحظوا الاسمها اسم الميثود، وأي نقطة أريد فعليا أن يتم أن تستقبل الطلبات هي نقطة quotes نفسها. طبعا ربما تقول طيب أنت قبل قليل استخدمت هذه النقطة بجت، لا مشكلة، يعني النقطة نفسها هذه quotes يمكن أن أقبل طلبات إليها من أكثر من ميثود. فأنا هنا طلبت من هذه النقطة get أو دعمت get على هذه النقطة، والآن في الأدنى دعمت عليها post أيضا. جيد، وكالعادة يجب أن أقوم بإضافة function الإضافة، عفوا function الإضافة بهذا الشكل. فهنا مثلا يمكن أن أكتب هكذا، أنا أكتب return added مثلا، فقط أنا أريد شيء بسيط فقط نستعرض الفكرة. طيب ربما تقول لي كيف يمكن أن نستخدم بوست في المتصفح؟ للأسف لا يمكن فعليا الآن أن نستخدمها إلا إذا قمنا ببناء نموذج، أنا لا أريد بناء نموذج. فهنالك برمجيات يمكن من خلالها أن تساعدنا على طلب مثل هذه النقاط لأغراض التعلم. فمن هذه البرمجيات لدينا بوستمان، فإذن لنذهب إليه. فإذن هذا بوستمان، جيد، قوموا بتنزيله بتحميله، سهل جدا، يمكن من خلاله أن تقوموا بإضافة طلبات. والآن سنتعلم على شيء مشابه. أيضا لدينا إنسوميا التي
هي أيضا لنفس الفكرة. إذا إنسوميا API، وكالعادة كما قلت كل الروابط صندوق الوصف. فهنا هذه هي البرمجية التي أنا ثبتتها، إذا ها هي وهي موجودة لدي هنا. هذه البرمجية سهلة جدا استخدامها، بكل بساطة أنا الآن سأضيف مثلا HTTP request بهذا الشكل وأضيف الرابط، فمثلا إذا أخذ هذا الرابط كما هو هكذا وأقوم بكتابته هنا وسند، فيفترض أن يظهر لي هذه الكودز. لاحظوا نفسها ظهرت لدينا. وإذا ذهبت مثلا لواحدة مثلا 10 لاحظوا سيظهر لنا أيضا نفس النتيجة. جيد، لاحظوا أنني كتبت هنا get أو الميثود التي عرضتها هنا هي get. جيد، ويوجد اختيار لميثودز أخرى من بينها ميثود post. طيب ميثود بوست أنا على هذه النقطة لم أدعمها، لم أدعمها على كوت 10، لكن لنرى send. لاحظوا سيقول لي ميثود not allowed. جيد، لماذا not allowed؟ لأن بتطبيق الرابط الخاص بي بالويب بي اتش بي أنا لم أدعم كوت 10 أن يظهر لها شيء، فبالتالي أظهر لي هنا أن not allowed. جيد، وهذا الشيء جيد فعليا، نحن لا نريد أن ندعم كل الميثود على كل النقاط، فقط ندعم ما نحتاجه، فقط نستخدم ما نحتاجه، وبالتالي هذا شيء جيد، وأيضا من الأمان أنه أخبرنا كذلك. النقطة التي دعمتها هي كوس لوحدها، فإذن send، لاحظوا سيظهر لك هذا الشيء، وهذا الشيء سببه أن Laravel نوعا ما تحميك ببعض الأمور. فأنا لا أريد مرة أخرى، أنا لا أريد أن أذهب بهذا الموضوع كثيرا، ولا أريد أن أشرح أشياء متقدمة، لكن الشيء الذي أريدك أن تقوم به هو أن تذهب معي تقلدني، تكتب ما أكتب فقط مبدئيا لغايات التعلم. جيد، وأن يكون كل شيء سهل، لا أريد تعقيده. فالآن أكتب هذا السطر دون أن تفهمه، لا داعي لتفهمه بشكل دقيق. فإذا هنا لدينا هذه الملفات التي لدينا، اذهبوا لملف أو مجلد اسمه Bootstrap، هنا سنذهب إليه، وأيضا سنذهب إلى ملف اسمه app.php، إذا سنذهب إليه. جيد، ولاحظوا هنا لدينا الشيء with middleware. طيب ما هذا with middleware؟ أنا لن أشرح عنه كثيرا، لكن أريد دائما أن أعطيك أفكار حتى تفهم الأمور. فهنا عندما تسمع كلمة middleware، من اسمها middleware تأتي بالمنتصف. فمثلا أنا أريد طلب نقطة الكودز على method اسمها post، وأرسلت هذا الريكويست، لاحظوا وهذا هو السيرفر. فالشيء فعليا الذي يحدث، جيد، ما الشيء الذي يحدث فعليا؟ أن هذا الريكويست سيذهب إلى الراوتس التي لدي، والراوت، جيد، سيقوم ب مثلا جاء إلى الكود، سيذهب إلى الراوت الخاص بالكود ويعيد له، عفوا يعيد له ماذا؟ ويعيد له response. لكن هنالك شيء يتم تطبيقه هنا بالمنتصف اسمه middleware. فالميدلوير بكل بساطة الشيء الذي يحدث هنا، سيأتي الطلب هنا، سيراه هذا الميدلوير، سيراه هذه التعليمات الموجودة هنا، ستطبق شيء على الريكويست، ربما ترفضه من جهتها، تقول له اذهب من هنا لا يوجد لديك استجابة، أو ربما إذا تم الطلب بنجاح أو مر من الميدلوير تعيده لهذا الراوت، والراوت من جهته دعونا بشكل سريع نقول يعيد الريسبونس بعدها ويذهب إلى الكلاينت. طيب فإذا ما هو الشيء الذي يقوم به هذا الميدلوير؟ فإذا مرة أخرى تم الطلب هنا وأرسل الطلب، هذا الميدلوير سيتحقق من هذا الطلب، إذا وجد شك بهذا الطلب فسيرفض. الشيء الذي حدث هنا معنا أننا قمنا بطلب بوست لكن بطريقة ملتفة نوعا ما وليست بالطريقة الحقيقية، نموذج ونضيف أشياء للنموذج وأمور أخرى نتعلمها لاحقا، فبالتالي لم يقبل هذا الطلب. الشيء الذي نحن سنقوله هنا، سنقول أن قم بديسابل هذا التشيك اللي أنت تقوم به هنا ومرر لنا الطلب الخاص بنا. كيف سنقول له كذلك؟ من هنا من هذا المكان سنكتب هذا الكود الجدا مبسط، سنقول له هذا الميدلوير الذي لديك، جيد، في المكان الذي يقوم بفاليديت فيه للCSRF، طبعا روا تسأل ما هذا، لاحقا سنعرف، سنعطي
exception أو استثناء أنا لا تطبق هذا على الكودز بهذا الشكل. فإذا رجاء لا تطبق هذا على الكودز وأيضا على الكودز نفسها هذا الشيء، ولا ننسى السيميكولون بالنهاية. فقمنا بتعطيل هذه الحماية. فإذا الآن وفق الرسم الشيء الذي يحدث أن هذا لن يتم تطبيقه وسيمر بشكل أساسي ويذهب إلى الروت. فإذا لنرى النتيجة هل هذا صحيح. فإذا قمت أنا بالتحديث send، لاحظوا added، فإذا نجحنا قمنا بتعطيل هذا الميدلوير بشكل ناجح. وطبعا معلومة بسيطة لا يجب أن نعطله، هذا الميدلوير مهم لكن نحن نتعلم الآن ولا مشكلة لو عطلناه مؤقتا. طيب فإذا الآن قمنا بإضافة string بهذا الشكل، أيضا يمكن أن نضيف شيء آخر، يعني يمكن أن نضيف مثلا return json. كيف ذلك؟ فنقول مثلا من الريسبونس، طبعا هذه الريسبونس استجابة لدينا يمكن أن نستخدمها، قم بإعادة جيسون. والجيسون يمكن أن يكون أو يمكن أن نضيف array، فنكتب مثلا نريد أن نرسل data، وبالdata مثلا نكتب مثلا أي شيء نريد، مثلا هذا تم إضافته وهذه array data، وبعدها نضيف الحالة. فمثلا نقول 200 أن تم الإضافة، 200 هي الشيء يعني أن تم النجاح بهذا الموضوع. فلنلاحظ الآن سيأتينا جيسون، لاحظوا بهذا الشكل ولاحظوا الحالة هنا 200. طيب أنا مثلا لو كتبت مثلا 400 فقط لغايات التوضيح 400، فلنلاحظ مرة أخرى سأأتي إلى هنا، لاحظوا سيكتب هنا 400 أن bad response أو bad request. فلا داعي أن نتعلم كل التفاصيل، لكن الفكرة الآن أن لدينا 200 وهذا يعني أن هذا شيء ناجح. يمكن أن نرسل أكواد أخرى في حالة كان هنالك خطأ معين. طيب أيضا يمكن أن نرسل أو نقوم بالدعم route للحذف، يعني إذا أردنا أن نحذف مثلا quotes معينة فيمكن أن نحذفها بكل بساطة. كيف ذلك؟ ندعم method delete، والmethod delete سندعمها على quote id أيضا، وهنا يمكن أن نكتب quote id هكذا. وبنفس الطريقة لكن أنا سأكتب deleted data deleted، وهنا أيضا سأضيف ال id مثلا أن يكون هو نفسه ال quote id بهذا الشكل. فنذهب لتطبيقنا مجددا، وإذا غيرنا فقط لاحظوا الميثود هنا delete وأريد حذف 10، فsend لاحظوا سيظهر لي 10. لو كتبت هنا آلاف مثلا سيظهر لي آلاف وهي ميثود delete. طبعا هذا لا يعني أنني حذفت، أنا لم أحذف بالواقع، لكن هذا فقط فكرة أن ما الأشياء التي يمكن أن نقوم بها. أيضا عند الحذف عندما نحذف عنصر يجب أن نتأكد هل هو موجود غير موجود، مثل هذه المواضيع نتعلمها لاحقا. أيضا يمكن أن نقوم بماذا؟ يمكن أن نقوم بتعديل شيء، والتعديل يكون الميثود اسمها put. طبعا هذه الميثود تعني تعديل ولا تعني إضافة، الإضافة نضيفها من post. التعديل يعني مثلا أنا أريد تعديل هذه الكودز، فيمكن أن أكتب هنا مثلا هنا بكل بساطة edited أو updated. وإذا مرة أخرى ذهبت إلى هنا وقمت بتغيير الميثود لـ put هنا وتحديث، لاحظوا سيقول لي edited. واضح؟ فإذن هذه الأشياء التي نحن تعلمناها اليوم بالفيديو رقم 2 عن الراوتينج، وهذا فقط. إن شاء الله نكمل بالفيديو القادم بمفهوم آخر من تطوير الويب واللارفال، وسنكمل على هذا المشروع. ما رأيكم نكمل لنفس المشروع أم نغيره؟ أخبروني في خانة التعليقات. فإذا شكرا لكم ومع السلامة.